السلام عليكم. نكمل الفيديو السابق تاع تاع شابيتر تاع النومونكلاتور. هاد المره نديرو كي تكون عندنا بليزيو فونكسيون وظائف عديده. هاد اكزو على الاخر نديرو عندنا اني ام ستفتهم لكم، يعني حطيتهم على حسب الاولويه، البريوريتي على حسب البريوريتي. اذا نبداو اسيد. اسيد هو اللي عنده الاولويه عليهم كاع. عندنا كي يكون عندنا مركب اسيد دائما نبداو باسيد ونكملو باويك، هاي لك الوظيفه تاعو. اذا كان عندنا استر نسموه الكانوات دالكيل ار 1 ار 2، يعني نسموه هذا بعد نسموه هذا على وزن الكيل. اذا كان عندنا اميد، اذا كان بريوريتير نسمو مثلا بوتان ولا ميتان ولا على حسب المركب نسموه. بعدا نديرو على الاخر اميد، يعني نطلو سوفيكس اميد. بريوريتير دائما نطلو سوفيكس. واذا كان سكوندير نسموه اميدو، مثلا يكون في الرقم 4 نديرو 4 اميدو، يعني قبلو نديرو الرقم الكربون اللي راه فيه. عندنا نيتريل، اذا كان بريوريتير نديرو المركب تاعنا من بعد نكملوها بنيتريل اللي هاي لك الوظيفه تاعو. عندنا اذا كان سكوندير نسموه سيانو، مثلا في الكربون رقم 6 سيانو. عندنا الديهيد، اذا كان بريوريتير يكمل بال، واذا كان سكوندير نسموه فورمي ولا اوكسو، هاي لك الوظيفه تاعو. سيتون اذا كان بريوريتير نزيدو له اون مع الاخر. الامثله اللي درتهم كاع في الفيديو السابق كي يكون بريوريتير. واذا كان سكوندير نديروه اوكزو. نتوما صح اوكزو مي تقدروا تفرقوا بيناتهم، باسكو في الالديهيد دائما يجي مع الاخر. اذا عطاولكم زعما بوتان، حنا عندنا بوتان وقالوا لكم 4 اوكزو، تما باين باللي الالديهيد حيجي في الاخر، تما سيتان وظيفة تاع الالديهيد. بصح اذا جا في الكربون رقم 3 وهو عندنا بوتان تما سيتون، هذا باش تفرقوا برك. ومن بعد مر هاد اني استفدت لكم على حسب الاولويه. هنا لو كان يعطونا الكول، اذا كان بريوريتير اول، اذا كان سكوندير نسموه ايدروكسي، زعما 3 ايدروكسي 4 ايدروكسي. اذا كان بريوريتير نسموه اكس اوكسي 2 ميثيل ولا ايثيل اي 2. اذا كان سكوندير نسموه على وزن الكوكسيك كيما ميثوكسي ايثوكسي بيتوكسي بونتوكسي، هو الوظيفة تاعو الاو يكون شاد سي و سي مزوج طرف. عندنا امين، اذا كان بريوريتير نسموه امين، واذا كان سكوندير نسموه امينو كيما اميد. اذا كان بريوريتير نسموه اميد، واذا كان سكوندير نسموه امينو، يعني حنا نديرو مع الاول بوتان بعد امين هكا باش نبينو بلي هو سيتان بريوريتير. بعد عندنا لا دوبل ليزون، عندها لا بريوريتي على تريبل ليزون، يعني اذا عطاونا شان وعندنا الاختيار نبداو منا ولا منا وما كانش عندنا فونكسيون برينسيبال بيان سور، حنا نبداو نحاولوا كيفاش نمدو رقم صغير لا دوبل ليزون ماشي لا تريبل ليزون. عندنا الالوجين، اذا كانت في سلسله نسمو سي الكلورو بي ار برومو اليود يودو، كما مثلا هنايا عندنا سيتان اسيد هاي لك فونكسيون برينسيبال. انا 3 كربون سيتان بروبان سيتان بروبان. عندنا 2 كلورو في الكربون رقم 2 نبداو الترقيم منه. عندنا سي ال كلورو، ما نسموش سي ال 2 سي ال، نديرو 2 كلورو. واذا كانوا زعما عندنا 2 سي ال في بلاصه هنا الاش نديرو سي ال، تما هنايا نديرو 2 دي كلورو باش نبينو باللي في الرقم الكربون رقم 2 عندنا دي، يعني زوج كلورو. عندنا دي 3 تيترا. ومن بعد نحلو هاد التمارين كيف كيف.
عندنا هنايا عطاونا فونكسيون تاع امين فونكسيون تاع اسيد بيان سو لا بريوريتي للاسيد هاي دات نيميرو 1 والامين هي الاخرى كاع. نبداو الحيط الترقيم منا ما يهمناش الامين واش ما رقم يدي، المهم حنا ندو اطول سلسله فيها الوظيفه تاعنا الوظيفه البرينسيبال تاعنا واش نسموها اسيد ربع امينو. في الرقم ربع عندنا امين بوتان بوت تنين ان، في الرقم تنين عندنا باسكو تما ماشي من عائله الالكان الان باسكو كاين دوبل ليزو في رقم تنين واحد وويك. في الكربون رقم واحد عندنا فونكسيون اسيد، عندنا هنايا اسيد هنا اسيد لكم كاع اسيد ويعني وريت لكم كيفاش يكون الاختلاف. عندنا هنا عندنا اسيد في رقم تنين كاين دوبل ليزون بوتان تنين ان واحد وويك تبقى هي هي، بصح في الرقم ربعة عندنا سيانو 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 نيتريل، وظيفة تاع تاع النيتريل كي ما تكونش برينسيبال. لو كان ما كانش لو كان ما كانش عندنا هاد الاسيد يعني ما كاشو، لو كان حسبنا هي برينسيبال بصح مادام كاين واحد قوي عليها يعني فوق اللام جايين هنايا فوقها تما لازم، وحتى لو كان جا استرتان سموها سيانو واميتان سموها سيانو، بصح لو كان جاو جا الديهيد ولا سيتون ولا الكول ما نسموها سيانو نسموها نسموها نيتريل. الو هنايا عندنا ربعة في الرقم ربعة عندنا الوظيفة تاع سيانو كات سيانو بوتان تنين ان واحد اويك، وحدارو تحسبو الكربون تاعها اذا كانت برك برينسيبال تحسبوا الكربون تاعها، اذا ما كانش برينسيبال تحسبوش الكربون تاعها شغل ما كاش شغل. هذه هي الوظيفه تاعنا تاع نيتريل تاع تاع فوالا تاع نيتريل. عندنا هنايا اسيد بيتان تنين اويك، انا في الواحد زوج ثلاثة ربعة اوبس هنا هنا اوش هنا تما الكول تما ربعة هيدروكسي كي ما يكونش بريوريتير ما عندوش ماهوش بريوريتير نسموه سكوندير نسموه هيدروكسي. ومن بعد عندنا هنا تان اسيد الكربون ثلاثة عندنا اوكزو بيوتان هنايا تقالونا بيوت يعني لو كان جات ربعة اوكزو تما عندنا ستان الديهيد، مي كي قالونا ثلاثة تما راهي في الوسط الاوكزو تما ستان ستان ثلاثة اوكزو بيوت واحد ان واحد اويك يعني بيوتان باسكو ما كاش لا دوبل ليزون بيوتان اويك. ان شاء الله تستفدوا مني لو كان شويه اون تو لي كا حنزيد نديلكم لي فيديو في المات تاعنا. والسلام عليكم.